بص الخليج اسكندريه من بيجيلنا من الساعه 9 كنا بنروح الساعه 10 بالليل. لف على المتاحف كلها، لف على الاماكن التاريخيه اللي في رشيد، شاف القلعه وقعد يدور على حجر رشيد اللي هو اكتشف فيه اللغات الهيروغلافيه واللغات الفرعونيه اللي ما كانش حد يعرف يشوفها. بقول دايما الشعوب الاجنبيه بعيدا عن السياسه هي ناس من افضل المهنيين اللي في العالم. حضرتك هو لما رجع عمل في مجال الحورس اللي هي بتتوزع في الطيران المصري او مصر الطيران، عمل اربع صفحات، صفحتين بالفرنسي باللغه الفرنسيه وصفحتين باللغه العربيه، شرح فيها ماذا راى في مصر وازاي مصر امنه. هي دي كانت انا بعتمد منها الاسعاف، التمويل، الكهرباء، النفط، الري، المتحدث الاعلامي، الاوقاف. تتابع الازمات والكوارث في المحافظه مع الاستمرار في تامين الاهداف الحيويه بالتعاون مع القوات المسلحه. الاهداف التدريبيه صافي مهاره المستشار العسكري في اجراءات التنسيق بين الاجهزه التنفيذيه بالمحافظه والقوات المسلحه حال الطلب. سطو مهارة مساعد قائد التشكيل والتعامل لإدارة الأزمات في التأكيد على إجراءات التنسيق مع المستشار العسكري والتعرف على إمكانيات التشكيل التعامل المخصصة لمواجهة الأزمة أو الكارثة. الأهداف الحيوية لتنفيذ إجراءات التأمين والنقل للأهداف الحيوية المدنية. النقاط التدريبية الإشراف على إجراءات رفع حالات الاستعداد القتالي لجميع الاجهزه التنفيذيه بالمحافظه، التدريب على اسلوب التنسيق بين اجهزه المحافظه المتمثله في مدير الكليات، رؤساء الاحياء، المراكز والمدن، وزاره الداخليه.